ما بيصير، لازم يبلغ الشرطة. ليكي أنا بعرف واحد عقيد بالجنائية، مرته صحتي. أنا دي ما بدي لا أخبر الشرطة ولا أخبر ولا بني آدم بالدنيا. ليش؟ أنا ما عم بفهم عليك شيء. هدول مو ألف وألفين، هدول ملايين. واللي سرقهم عرفان إنه أنتوا جايكم مصاري، وتاني يوم سرقهم. لازم نخبر الشرطة، أكيد دغري رح ينسون. أنا بدي بوس إيدك، أنا ما بدي ولا بني آدم يعرف بالدنيا. أنتِ مثل أختي وأنا ما فيني ما أخبرك، بس ما لازم يعرف حدا بالدنيا شو صار. يعني أنا ما عم بفهم عليكي. ما عم بعرف ليش عم تحكي. لما في شيء تاني؟ اسمعي يا بيضة، إذا فكرتي تخبري الشرطة باللي صار، رح أقول لهم مو هي أول مرة بتجيبيني لعندك، وبالعلامة هذا المفتاح أنت اللي عطيتيني إياه. والمصاري اللي أخذتهم قبل شوي أنت حاطتيني إياهم، يعني حالها الزلة. هدو صورتك يا هون قبل شوي، ولح خليهم ذكرى لأنه هذه ليلتي المرحومة مرت خالي أم كلثوم، الله يرحم التراب. وما قدرت أعمل شيء، ليش ما حكيتي؟ ليش ساكتي لهلا؟ طب شفتي اللي صار فيني؟ راح موت، بس شو ساوي؟ ويلي أمي، ويلي حالي، ويلي اللي صار. لما هيك موضوع ما بينسكت عليه؟ هذا واحد ابن حرام، ما بيصير يضل فلتان بالشوارع. لازم نخبر الشرطة. لا 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 يا نادي، ما بدنا نخبر حدا. قلت لك انه مصورني، هلا اذا نشر صوري للناس كلها شو اعمل بحالي؟ بيفضحني يا نادي، بيفضحني. لك شبك لما بعرفك اوعى من هيك. هذا اللي صورك رح يضل يهددك بهالصور طول عمرك، ممكن يقتسمك مره ثانيه فيه. ما فيني يا نادي، ما فيني اخبر حدا. قلت لك مصورني، الناس ما بترحم يا نادي. لك حبيبتي والله فهمانة عليكي وحاسة فيكي، بس ما بيصير نسكت على هيك واحد كلب، ما بيصير يصير فينا هيك ونسكت، لازم نبلغ الشرطة. اسمعيني، فهمي مني، لا تضغطي علي أرجوكي يا نادي. أنا ما بدي أخبر الشرطة ولا بدي أخبر ولا بني آدم، هذا بيخليني علكي بلسان العالم، بينشر صوري عند الدنيا كلياتها، شو ساوي بحالي بوقتها؟ ما بدي أمانة، ما بدي وصيكي ما تخبري ولا بني آدم بالدنيا. هنادي أوعى. لما أنا متفاجأة فيكي، معقول يكون هيك تفكيرك؟ واحد عمل معك هيك ممكن يعمل هيك بمية واحدة غيرك، بتتركي؟ أنا مو هيك، أنا ما بفكر هيك يا نادي، أنا ما بفكر هيك، بس ما فيني أخبر حدا. روح خبر الشرطة وخبر العالم وخبر الدنيا ويروح ما ينمسك. شو بكون عملت؟ بكون فضحت حالي، بس ما رح استفيد شيء. طيب هدي هلا، أنت هدي. لما أنت متأكدة إنك مش شايفتي قبل ولا بتعرفي؟ طيب انا رح اتركك هلا لحتى ترتاحي، مع اني مالي موافقه على كل شيء عم تحكي. الله يخلي لي اياكي، انا علي دفعات للعالم. بس لا تكبلي، مسكي يا دول، بكره رح اجيب لك قدهم، وقد ما بدك بجيب لك، بس كرمالي اهتمي انت بصحتك، ولا تفكري بشي. ايه قاعدين. لما بدي اياكي تكوني متماسكه اكثر قدام امك، ما بدي اياها تنتبه على شيء. شبكي شو مشان الشغل؟
والله ما بعرف شو بدي اقول لك. من جهه لازم ارجع الشغل مشان رد لك ديونك ولازم نعيش انا وامي. ومن جهه ثانيه ما بعرف كيف بدي ارجع اوقف مثلي مثل اي حدا طبيعي مو صاير معه شيء ابدا. هلا انت ما فيك شيء. ولا بقى تعيدي لي هاي قصه ديناتك وما ديناتك، انا لما بحاكيكي ما بحاكيكي مشان المصاري. انا بحاكيكي مشان ترجعي تشتغلي، لانه الحياه ما بتنتهي هون. الحياه بدها تستمر. ومشان امك ما تاكلي هم. يعني انت بتجي على الصالون بس شغله 3-4 ساعات لحتى تغيري نفسيتك شوي. وفي هي حنان اللي حكيت لك عليها، هي بتجي بتقعد معها، اصلا هي شغلتها هي الشغله. مشان اجرتها كمان ما تاكلي هم، هي عندي. كمان ممرضة؟ ضل شي بالدنيا بدك تعملي وما عملتي؟ خلصنا بقى، اتفقنا انه ما نحكي هذا الحكي. المهم انت ترجعي داومي بالصالون، وبكره انا هي بحاكيها واتفق معها. الله يخلي لي اياكي يا هنادي، لولاكي والله ما بعرف شو كنت بدي اساوي بحالي. المهم انت انتبهي على حالك، يلا تصبحي على خير. يعني جماعه الله يعينهم، يلي صار معهم ابدا ما له هي. اي والله الله يشفيها، بس لما متغيره معي مو؟ لا خلاص لا يا زلمة. شهر الله يا عمي ابو عدنان، هدينا ست حلقات مو غريبه، بدنا نفهم. شو بدك تفهم مني انا اذا انا اصلا مالي فهمانه عليك؟ لما ليش متغيره معي؟ انا والله ما بدي اكون حشره، بس ما جابت لك سيره، ما حكت لك شيء. والله العظيم انا بحبها ورايده. بنفس يوم هذيك الشغله كنا رايحين انا وعمي ابو عدنان نطلبها، صح ولا لا يا عم عدنان؟ والله مزبوط يا مدام مزبوط. شاف الله بدي اعرف ليش متغيره معي انا خصنص. خلص بس انت اعطيها شويه وقت وانا رح احاول افهم لك منها شي، بوعدك. ايه بشار الله رايحيني الله يريحك. طيب يلا انا بدي استاذن. إيه؟ تسلم لي، لا تتاخري بالاغراض. ولا يهمك، نص ساعه بكون عنده ان شاء الله. يلا بخاطركم. الله معك. وسهلا، شرفتي. مع السلامة، لا تنسيني مشان الله. إن شاء الله. يا لك بدي أفهم، أنت ليش ما بدك تودي الأغراض؟ يا عمي أبو عدنان، مالي مصلحة، ما شفت هذيك المرة شو صار؟ أنت روح وفهم شو القصة. أنا؟ إيه مشان الله، مشاني. مشان الله بوس إيدك. حسبي الله ونعم الوكيل. روح ولبين ما ترجع بكون لميت لك كل الأغراض أنا. هات الأغراض، فوت لأمي يلا. رح أقوم شوف مين. لا تخافي. السلام عليكم. اهلا عمي ابو عدنان. عمي لما هدول الاغراض بعتتهم الست هنادي. يسلم هالايدين. طمنيني ان شاء الله الوالده صارت احسن. الحمد لله على كل شيء. عمي لما يعني هو الوقت يعني بعرف مو مناسب، بس ممكن احكي معك كلمتين بس؟ تفضل عمي تفضل. يلا 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 يلا. هدي شبا شو طمني هلا. شوف يا زن، بدي اسالك سؤال بس لا تكذب. ما بكذب. هلا انت عامل لها شيء لما مزعلها، غلطان معها، صار شيء بيناتكم يعني؟ اعوذ بالله يا عم بعدناها. لك انت بتعرفني، لك انا بشوفها بالطريق وما بحكي معها. من فتره شفتها بالطريق وقلت لها جايين انا وعمي بعدناها مشان نطلبك، وبالعلامه قالت لي جيب معك تفاحه. والله غريب، اذا مو عامل لها شيء ليش هيك عم تعمل؟ شو قصدك يعني؟ هي قالت لك شيء؟ لك يا اخي ما قالت لي شيء ولا سالتها، البنت حكت معي بشكل طبيعي ومؤدب كثير، بس ليش هيك عم تعمل معك؟ والله ماني عارف. عمي ابو عدنان، بيني وبينها مو صاير شيء ضيقه. قد تسالها انت؟ لك يا اخي شو بدي اسالها؟ اذا مو صاير بينك وبينها شيء، شو بدي اقول لها؟ البنت حكت معي بشكل طبيعي، بس ليش هيك عم تحكي معك؟ انا ما بعرف. هيك يعني لا بالله فجأة ما عاد بدها ياني؟ لك على غيري شو دخلني؟ كرمال النبي شو دخلني؟ لا هي غيري، ما عاد في غيري، لك حل عنا يا لك فرينا بريحة طيبة اللي عم ماشي بعدها. شكرا، انا بسلع شوكي بايده بعرف شو السيرة، تصبح على خير. لك ان شاء الله ما بتشوف الخير. اللعبة خربت بيتي، لا عاد اشتغلنا، لك لا عاد بعنا، ما ضلنا شغلة غيرك. ايش هو هاد يا والله شيء مجنن. اهلين مدام. اهلين. اهلين فيك، كيفك؟ من الله بخير، امريني. بدي احكي معك موضوع خصوصي شوي.
ايه من عيوني بس خير صافش خير لما صاير مع شي يعني؟ لا بس يعني في شي مكان نقعد فيه؟ كانت لك تفضلي بس يعني كلها ورشه ورجال وكذا والله وما نقد المقام والله العظيم كان عادي عادي ما في مشكله اطلع انت معي بالسياره ايه من عيوني دقيقه واحده وكون جاهز بس انا بدي ثيابي يلا يلا ايه يلا اوكي خير مدام في شيء يعني شغلتي لي بالي اخي زان يمكن انا ما بعرفك منيح يعني ما بعرفك بشكل شخصي بس اللي حكيت لي اياه عنك لما شجعني اني احكي لك شو الموضوع ايه ان شاء الله ما خيب لك ظنك يعني بس قلقتيني شلشتيني في شيء يعني هلا انت امبارح سالتني ليش لما بتغيرها معك وانا ما قدر جاوبك قدام هذا ابعدنا ايه هذا ابعدنا ما بعرف والله العظيم ما بعرف ليش هيك عم تعملني انا خص نص هيك ما انقلبت معي قلب تقولي تساوي لها شيء انا والله ما سويت لها شيء بس هدي هدي شوي خليني اعرف احكي لك يا زين انا يعني بالحكي رح اقول لك يا رح اعتمد على شغلتين اول شغله يعني محبه لما لك والشغله الثانيه هي رجوليتك ويعني قدرتك انك انت تسمعني وتفهمني كثير مني وبتمنى انك تستوعبني ايه ايه يا اخي احكي احكي يا مدام مشان الله احكي فكري بلش يروح ويجي مخي بلش ياخذ ويعطي لك احكي مين هن لك ليش ما خبرتنا ليش ما قالوا للشرطه اما لما كانت بتضيع على مسارة السرقه والحراميه فاتوا سرقوا كل شيء مجمعينه يعني ما خلوا ولا شيء وهن ما خبروا حدا ولا جابوا سيره قدام حدا طيب ليش ليش ما خبرتني ليش ما قالت لي والله كنت وقفت معها لك كنت فديتها بروحي رجاك تهدى اهدى شوي واستوعبني شو رح لك هلا الشيء الثاني اللي صار اصعب بكثير من موضوع السرقه الله اكبر شو في لسه كمان هذا اللي صار مع لما وهذا اللي بخليها تتغير عليك يلي صار معها مو قليل لما ما لها ذنب حالتها هلا كثير صعبه هلا انت حقك تعرف او بالاحرى لازم تعرف بركي بنتساعد انا وياك لترجع لما مثل ما كانت انت بتحبها وحسيت انك بتقدر توقف معها بازمه هي ما لها ذنب فيها تقرب منها شوي حسسها بالأمان وإنه هي ضحية لما بحاجتها كذا Thank you.
لما شو عم تعمل هون؟ بدي احكي معك. ما في شيء نحكي فيه يا زلمة. تروكيتي نحن بالشارع. قولي لي مين هن؟ شو مين هن؟ مين هن اللي فاتوا لعندك على البيت؟ لك ايه عرفت عرفت. لك ليش ما حكيت لحدا؟ لك ليش ما قلتي لي؟ لك لك ليش هيك صار؟ لك شلون فاتوا لعندك على البيت؟ ليش ما بلغتي حدا؟ ليش ما قلتي لحدا؟ ليش ما قلتي لحدا؟ ليش ما قلتي لحدا؟ طول بالك طول. في شيء اختي؟ لا لا ما في شيء. اقربي هون يا زلمة. شان الله اقربي هون يا زلمة. شان الله ما في شيء يا زلمة. شان الله اقربي هون يا زلمة. مو لازم شيء يا اخي. شكرا كثير خلصي. طقف صوتك. نحن بالطريق يا زلمة. شان الله والله العظيم ما بعرفهم. والله بحياتي ما شفتهم يا زلمة. ما بعرفهم. شلون ما بتعرفيهم؟ شلون ما بتعرفيهم؟ تاني يوم بيجوكم المصاري بفوتوا لعندكم على البيت. لك اكيد برغبينكم. اكيد بيعرفوكم. اكيد بتعرفيهم. مين هن؟ قولوا لي مين هن؟ مين هن؟ مين هن؟ مين هن؟ ما بعرف يا يزن. والله ما بعرفهم. بحياتي مو شايفتهم. خلص اتركني بحالي. اتركني بحالي وامشي. روح روح. أنا ما عاد بنفع لا إلك ولا لغيرك. خلاص عرفت ليش ما حكيتك شي ولا خبرتك. تعبت تعبت. ما تعبت ولا رح أرتاح. بدي أعرف مين هني. أنا بدي أعرف مين هني. مين هني؟ وشو رح استفيد يعني إذا عرفت مين هني؟ شو رح يتغير؟ شو رح يصير؟ رح ارجع مثل ما كنت ولا رح تقبلني انت مثل ما انا هلا؟ شو بده يصير؟ يلا احكي لي شو؟ بعرف والله العظيم بعرف. بعرف انه بتفرق معك كثير. وبعرف انه ما عم تعمل شيء مشاني. عم تعمل شيء مشانك. مشان حالك انت وبس. مشان رجولتك. عرفت ليش ما بلغت حدا؟ إذا ضل جواتك هالقد ما تروح للعشرة. هالقد عمل حالك ما سمعت وما بتعرف شي عن الموضوع. لا تحكي لحدا. ترى مو ناقصني فضايح. لا تجنني. لا تجنني. شو بتخسري اذا قلتي لي مين هن؟ بس قولي لي مين هن؟ مين هن؟ مين هن؟ ها؟ معناتها اذا ما بتعرفي مين هن ليش مخبية الموضوع؟ ليش كاتبة على الموضوع؟ معناتها كذبة؟ لك شو كذبة؟ زبطي انت والست هنادي، المدام هنادي. خلاص لا عاد بدي اشوفك ولا اسمع فيك بعمري. عم تفهم؟ حاجته جي بقى. أنا كان بدي إياه يساعدك ويوقف معك. أنا ما بدي حدا يوقف معي. ما بدي حدا يساعدني. ما بدي حدا يوقف معي. يا ربي دخيلك ناقصني أنا. ناقصني يا هنادي. ناقصني. لك العمى بقلبه العمى. كنت فكرته بني آدم بيحبك بده يساعدك يوقف معك. لا تزعلي على شيء. هيك واحد ما بينزعل عليه. أنا زعلانة عليه. ولك هو مفكر إنه أنا وين؟ كان زعلانة على حالي.
على نصيبي من هالدنيا، عرفتي على شو زعلانه؟ خلص بقى اهدي اهدي مشان الله اهدي. بدي روح على البيت، حاسه حالي مخنوقه كثير. طيب حبيبتي ما يهمك، هلا انا بوصلي. لا ما بدي توصليني، بدي اتمشى لحالي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.